السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الهادي بخاري من بروج العقارية. اليوم عندنا عرض مختلف. أول شيء كل عام وأنتم بخير. طبعا مع اقتراب الموسم السياحي لعام 2022 قررنا نصور لكم بعض الشقق أو المشاريع الفندقية. عندنا مشروع بروج ريزيدنس، طبعا فيها مجموعة شقق تؤجر إيجار يومي أسبوعي شهري. فقبل ما ننتقل نشوف الشقق الموجودة أحب أعطيكم بعض المعلومات عن المجمع. المجمع فيه ألعاب أطفال، فيها مواقف سيارات مغلقة، فيها جلسات خارجية وقريبة جدا من البحر 300 متر. كل شقة موجودة عندنا بإطلالات جميلة على البحر وعلى الطبيعة. الآن راح نتوجه مع بعض نشوف إحدى النماذج للشقق الموجودة. خلوكم معنا. وصلنا الآن إلى إحدى الشقق الموجودة لدينا. هذه الشقة مساحتها 160 متر مربع وهي عبارة عن 3 غرف وصالة بمنافعها، وعندنا بلكونتين بإطلالات جميلة. أول ما ندخل زي ما انتم شايفين عندنا هنا علاقة الملابس ودولاب الأحذية الله يكرمكم، ومساحة كبيرة موزع ممتاز. مباشرة على يدنا اليسار عندنا الصالة، زي ما انتم شايفين حاطين أثاث جميل جدا، رايق مودرن ومناسب جدا ومجهز بالكامل لكل احتياجاتكم. حتى عندنا اللي هو جلسة الأطفال اللي ممكن تستخدموها في الطعام. الإطلالة طبعا شيء خرافي ما راح أتكلم عنه، الفيديو راح يوصف لكم الإطلالة الموجودة للشقق هذه اللي عندنا. إطلالة البحر مباشرة، موقعنا يبعد تقريبا 200 متر فقط عن البحر. أحب أذكركم أن كل غرفنا فيها مكيفات، وأيضا عندنا قنوات عربية، وأيضا عندنا إنترنت مفتوح في كل الشقق. نتوجه الآن مباشرة إلى البلكونة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله أن البلكونة واسعة وكبيرة وبإطلالة حلوة على البحر. يعني ممكن تحطوا طاولة الطعام الموجودة في الصالة، ممكن تحطوها هنا ويكون دائما فطوركم وغداكم وعشاكم في المنطقة الحلوة على الإطلالة الجميلة. عندنا المطبخ، نشوف مع بعض المطبخ. المطبخ طبعا مجهز بالكامل بالفرن، بالصحون والملاعق، أطقم جاهزة لخدمة عملائنا. الثلاجة موجود زي ما انت شايفين. الآن نتوجه مع بعض إلى الغرف الموجودة، غرف النوم. تعالوا مع بعض نشوفها. طبعا قبل ما نتوجه إلى غرف النوم، ما يميز دائما شققنا وجود الشفاطات والشطافات في الحمامات وانتم بكرامة، وهذه من أهم الميز الموجودة عندنا، يمكن ما تحصلوها في كثير من الشقق أو الفنادق. عندنا أول غرفة هنا نشوفها مع بعض. طبعا الشقق 3 وصالة تكفي إلى 8 أشخاص تقريبا. عندنا سريرين زي ما انتم شايفين، دولاب، وإطلالة جميلة جدا على البحر وعلى الطبيعة. عندنا الغرفة الثانية أيضا بنفس السيستم تقريبا، سريرين منفردة ودولاب، وأيضا كما ذكرت كل شققنا فيها المكيفات. عندنا هنا البانيو اللي يخدم الغرف، طبعا 3 غرف وصالة وفيها 3 حمامات في الشقة. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، طبعا أول ما تدخلوا برضو عندنا حمام وبانيو يخدم غرفة النوم الرئيسية، أيضا فيها الشفاطات والشطافات موجودة. وعندنا غرفة النوم مساحة ممتازة، تقريبا نقدر نقول 3 × 4.5، وأيضا مكيفة ولها بلكونة خاصة فيها بإطلالة جميلة على الطبيعة وعلى البحر. مساحة ممتازة تقريبا 1 × 3 أمتار، زي ما انت شايفين إطلالتها جميلة جدا. هذه طبعا إحدى النماذج الموجودة للشقق اللي تملكها شركة بروج العقارية وتقوم بتشغيلها شركة رحال للسياحة. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة. الأسعار والتفاصيل دائما تجدونها في صندوق الوصف في كل فيديوهاتنا. طبعا بما أنها شقق سياحية لازم تتواصل معنا وتعطونا التواريخ حتى نعطيكم الأسعار بالتفصيل. أرقامنا موجودة في صندوق الوصف. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.